صاحب اول مسلسل علمي او في بعض من الخيال العلمي، العنكبوت. وده كان ساعتها قنبلة في التلفزيون، يعني هو كان محب للأدب والفن بشكل واضح جدا. طبعا هو محب للأدب، وهو كانت البداية قبل ما يعمل اعترفوا ليه، كان بيعمل نقد فني سواء للأفلام أو للأغنيات، ودي كانت بداية التعرف بعبد الوهاب، ان هو عجبه النقد جدا اللي كان كاتبه عن القاهرة 30، ونقد تاني كان مكتوب في أغنية نجاة، فقالوا لا انا عايز اشوف الناقد ده، يعني الكاتب ده، وفعلا ساعتها بقى اصحاب، يعني من اللحظه دي بقى اصحاب. صداقه استمرت حتى مع اختلاف افكار دكتور مصطفى محمود كل مرحله واخرى، انما الصداقه فضلت موجوده. طبعتهم قريبه من بعض. ويحيى شاهين ده واول ما جه مصر وهو لسه طالب في كليه الطب راح درس هوي، يعني دخل المعهد فعلا معهد الموسيقى عشان عايز يدرس هوي. شفنا زي خبر كده من بعيد، تحس ان هو عازف، يعني وبدأ حياته عازفا في شارع محمد علي. يعني احترف العزف لفترة وغنى كمان، كان صوته حلو، غنى لفترة. بتكلم جد؟ والله غنى. بس برضو انا من الجيل شفت الصورة النمطية لدكتور مصطفى محمود في العلم والإيمان والنضارة والجدية، انما فكره ان هو عازف محترف ومغني بتدي له شكل الجديه برضو، يقولوا معقوله مصطفى محمود اتجوز عن حب؟ يعني برضو مستغربين جدا. لا، مصطفى محمود كان عايش حياته في فتره شبابه، يعني لغايه فتره طويله قوي كان بيحب الفن والموسيقى واحترف الفن لفتره، ويعني انسان طبيعي جدا يعني. طب يعني سمعتيه هو بيغني في البيت؟ هو اما بيدندن شويه على لوت كان بيغني اغاني معينه لعبد الوهاب. ده انتي؟ ايه صوته اقرب لعبد المطلب ولا لا مثلا لا ده اقرب؟ قولي عبد الغني السيد مثلا اللي هو كان صوته ناعم كده. لا بابا صوته ناعم، بابا صوته رقيق على الطبيعه. شوفي انا برضو حتى لما اخترت صوت، يعني الصوره الذهنيه هي اللي فرضت عليا. الصوره الذهنيه ده قوي انا تخيلت انه يعني صوت عميق. لا هو المشكله ان هو ما قدرش يكمل في الغنى لان الاحبال الصوتيه عنده ضعيفه، بالعكس هو صوته رقيق. وكان في علاقته بالفن بدات بالنقد الفني وبعد كده بالكتابه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.